بعض الجمهوريين ينظرون لأرقام الاستطلاعات في منافسة هاريس وترامب بشك، ونموذج عام 2016 و2020 فاز ترامب رغم تقدم هيلاري كلينتون وقتها. هذه القصة هي أكثر ما يقلق من ضمي استطلاعات الرأي الذين أجروا بعض التعديلات، منهم وزن نتائج على أساس الخلفية التعليمية لتكون ممثلة للسكان، إضافة لوضع احتمالي عدم تجاوب بعض الناخبين أو إخفائهم لأي مرشح يميلون. أكبر تغيير في منهجية استطلاع الرأي منذ عام 2016 كان التحول من إجراء جميع المقابلات عبر الهاتف لأخذ عينات مختلطة عبر الإنترنت أو شخصياً وزيادة نسبة العينات، إضافة للعمل على أساس قائمة الناخبين المسجلين. هذا أدى لإجراء 80% من المقابلات عبر الإنترنت و20% فقط عن طريق المكالمات الهاتفية.